بسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. اليوم يوم الأربعاء، رتبة الإنديل أو أربعة أيوب. والإنجيل اليوم لقاء بين الرب يسوع المسيح وشخص لاهوتي بالتوراة بالعهد القديم، والسؤال كان: من هو قريبي؟ من هو قريبي؟ والرب يسوع أعطى مثل، قال له لعالم التوراة: من هو القريب الذي يفعل معك عمل الرحمة؟ أعطاه قصة السامر الصالح. لكن قبل أن أحب قريبي، الناموس يختصر بوصيتين كله سوا، الكتاب المقدس كله سوا يختصر بوصيتين: تحب الرب إلهك من كل قلبك، كل فكرك، كل قدرتك، وكل عقلك، وتحب قريبك كنفسك. ما أعظم هالآيتين، وحدة عمودية طلوع، وحدة أفقية. العمودية هي محبة الرب، والأفقية هي محبة القريب. وإذا جمعنا هودي الآيتين مع بعض البعض، نرى الصليب موجود في الكتاب المقدس منذ بدء التوراة، منذ بدء التكوين، منذ الخلق، منذ بداية العالم. تحب الرب إلهك. أحبائي، العلاقة ما بين الخالق والمخلوق تربطها المحبة. وإذا نظرنا إلى الله بصفاته السامية غير صفاته المتميزة، مثل كلية القدرة، كلية القوة، كلية الوجود، كلية المعرفة، في بعض الصفات المتميزة لله: المحبة، الرحمة. لما بنقول الله محبة، لا يمكن أن نفصل بين محبة الله والله شخص الله. يعني لما بقول أنا الله محبة، يعني الله هو محبته، يعني هو المحبة، التعريف هو المحبة، هو الرحمة. فالله الله إله الخالق، الله إله محبة، ليس كما يصوره البعض البغيض الضراب. لا لا لا، الله محبة، المنتقم أبدا، الله محبة. الله يحب الإنسان، وعندما خلق الإنسان قال: لذتي مع بني آدم، شريكتي مع بني آدم. وكان آدم في شركة محبة قبل سقوطه مع الله الآب. كيف لا أحبك يا رب؟ محبة الرب أحبائي، الكتاب المقدس رسم لنا إياها بعهدين. العهد الأول هو عهد حب، والعهد الثاني أيضا هو عهد حب. فالعهد الأول صار على جبل سيناء، وصار فيه الوصايا العشرة. نحن شو اسمه الزواج عنا؟ عهد مش عقد. والعهد الأول ارتبط الله مع الشعب بعلاقة حب، فأصبح الرب ماذا يسمى؟ الله هو زوج إسرائيل، وإسرائيل هي زوجته. هيدا بالعهد الأول، العهد العتيق. بالعهد الجديد مربولوس بيفسر لنا العهد الثاني والأخير والمميز، يقول أن الرب يسوع المسيح هو العريس، وأن الكنيسة هي العروس. كمان الابن، الله الابن هو العريس الذي يحب العروس، والعروس التي تحب العريس. وبسفر نشيد لأناشيد شو بيقول؟ هذا هو حبيبي وهذا هو طبيبي، يا بنات أورشليم، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. ربنا يسوع المسيح هو أطيب وأعظم وأجمل وأقدر من كل مخلوقات الكون. فالله الآب والابن والروح القدس هو الله المحبة،
كيف لا أحبك يا رب وأنت قد خلقتني؟ كيف لا أحبك يا رب وأنت قد صنعتني وجعلتني على صورتك كمثالك في الفكر والإرادة والحرية والقدرة والعقل؟ كيف لا أمجدك يا رب وأحبك بالرغم من كل ضعفاتي وسقطاتي؟ سقط آدم ودخلت الخطيئة. أيوب البار، أيوب المتألم، تألم وخسر، خسر ممتلكاته، خسر ولاده، خسر صحته، عشوي مرته بعدت عنه. كان دايما يقول أيوب: الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا. أيوب ما بحياته كره الرب، بالرغم من الألم، بالرغم من الضيق، بالرغم من المرض، بالرغم من الخسارة، بالرغم من نكرانه، بالرغم من كل الناس تركوه، بل أيوب يحب الرب. وتحب الرب إلهك من كل قلبك. يعني المطلوب للإنسان أن يحب الرب أحبائه حبه لعشيقه. الرهبان والنساك كيف يحبوا الرب؟ في شيء اسمه العشق الإلهي، عزيز الليل، صلاة الليل. بقول أيوب وقت الأغاني في الليالي يرندح ويرنم ويمجد للرب ويدخل إلى خضر الله، وكما تدخل العروس إلى خضر عريسها. الإنسان المصلي هو إنسان يحب الرب، فالصلاة ليست فريضة، مش دفوار، والصلاة منا قصاص، والصلاة أحبائي ما هي الاتصال بالرب، وهي جلسة عند قدمي الحبيب. الواحد منا يتذكر بحبه الأول لحبيبه كيف كان يشتهي يلتقي فيه ولو من بعيد. عندما يتم اللقاء كيف القلب بيلهج بالحب مع الحبيب. فالعبادة الحقيقية للرب أحبائي، إنجاز التعبير عم حاول وصفها بتشبيه حتى الكتاب المقدس استعملها، عندما يتم اللقاء بالرب الحقيقي الإنسان يسبى في حب يسوع. تحب الرب إلهك من كل قلبك، كل فكرك، كل قدرتك. يعني الله غيور، ما بيحب يكون في حدا معه. إذا أنت الرجال تحبش حدا يكون شريك معك لمرتك، تحب مرتك تحبك وتحب غيرك، أعوذ بالله، حدا بيقبلها؟ لك حب تحبي زوجك لوحده وقال له يعتبر زنا. لما شعب الإسرائيلي ابتعد عن الرب قال له: أنتم زنيتم، أنتم زنيتم، تركتموني. هذا اسمه الزنا الروحي، لأنه تركوا الرب، ابتعدوا عن الرب أحبائي. لما الكنيسة أو بعض الأفراد بيتركوا الرب، مش بيحبوا الرب من كل القلب، بيعبدوا آلهة أخرى، الذات والوثن والكبرياء ومحبة المال، هنا يعتبر الإنسان في عنده حالة الزنا الروحي، بيفسخ العهد، هون صار فيه خيانة. فلنحب الرب في هذا الزمن بالرغم من ألامنا وأوجاعنا وضيقاتنا الاقتصادية والألام، واللي ما حدا منا راضي ولا على أي مسؤول، لا سياسي، لا في السلطة التنفيذية ولا في السلطة التشريعية، ما عم نشوف في حدا، ليس خلاص من إنسان، كلهم كذبوا، وفي خلاص إلا بالرب يسوع المسيح. بأوروبا اليوم حسوا بالسخن لما ولعت النار بفرنسا، وكنا عم نحكي عن فرنسا، ما هيك يا كاميل؟ كنا عم نحكي عن فرنسا واحتجوا علي، ارجعي عمل لها هزلنا العصاي الرب لفرنسا. نحن مش ناطرين هزة عصا، نحن منحس من النظرة، منفهم من الهمسة، نحن الشرقيين عندنا إحساس، نقول له: يا رب دخيلك، رجع ردني إلى حبك الأول، ردني يا رب إلى محبتي الأولى، ألا تعود فتحيينا فيفرح بك شعبك. وعندما الإنسان يحب الرب حب عمودي إبسو فاكتو، تلقائيا الإنسان بده يحب خيه القريب، لأنه اللي بيحب الرب ما بيأذي غيه، اللي بيحب الرب ما بيتخانق مع الآخر، اللي بيحب الرب بصير بيشوف الدنيا صغير صغير صغير.
وهو بيدخل العمق الإلهي وبيشوف الماديات هي وقتية وزائلة، أما ما يبقى له هو حب الله. لما الإنسان بحب الله ولا يمكن أن يؤذي الآخر، مش بس أنه لا ما بيأذيه الرعب، لا بل بالحري يقوم بعمل الرحمة، يقوم بعمل الحب. نحن اليوم مدعوين أحبائي إلى عمل الحب، عمل المحبة، يمكن ببسمة، يمكن بنظرة حلوة، يمكن بكلمة، يمكن بعمل، يمكن بمصافحة فيها حرارة، يمكن بلقاء، يمكن بزيارة. هذا الشيء أحبائي مطلوب منا نحن كمسيحيين، وإلا نحن مثل عالم التوراة حافظين الكتاب المقدس، حافظين تعليم المسيحي وما منعيشه، يعني مثل جسد بلا روح. فلنحب الرب بكل قلبنا، له كل المجد إلى الأبد.